هي صالة كانت بتستخدم من قبل أقارب المتوفى علشان يقعدوا ويتجمعوا فيها في أوكيجنز مختلفة، سواء بقى في عيد الأبوة أو عيد، في بعض الأعياد كانت مرتبطة بالفلاورز دي روزا ودي فايولتس ومش عارفة إيه، كانوا بيقعدوا بيتجمعوا فيها. ناس قالت إن التري بنشز دول كانوا مرتبطين بالموزس. إيه هما الموزس؟ اللي هما رباط العلوم والفنون طبقا للميثولوجيا اليونانية الرومانية، وكان عددهم 9، ومن كلمة موزس جاء كلمة ميوزيوم، خلاص، اللي هو المبنى اللي محطوط تحت حماية رباط العلوم والفنون. اوكي؟ طيب هو عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن صالة خلاص مستطيلة وفيها ثلاث أرائك بتاخد شكل حرف اليو، وعندنا أربع أعمدة أو دعامات، وفي النص بنلاقي إن السقف أعلى من بقية الإيه؟ الأسقف. وعلى فكرة السقف هنا مقبي. إيه هو السقف المقبي اللي هو كده؟ فولت، بس هو يعني ايه مش باين هو نزيلة. اه فولت بالظبط كده، تمام. في عندنا بقايا للالوان شايفينها، خلاص دور القلم كده، عندنا اشكال كده ريد تريسز اوف ريد كولرز، وعندنا بقايا على الجدار كده تلاقي دايما في منظر اسود، اتقال عليها حتى في الكتب العربي يقول لك عليها السناك. ايه هو السناك؟ اللي هو بقايا الرماد. ليه الرماد؟ لان المكان اكيد كان بيتم اشعال فيه بعض المصابيح بعض المشاعل، وبالدليل على كده ان احنا عندنا اوبننجز هنا شايفينها، ويقال ان هي كان بيتحط فيها توشز او يعني وسيله للاضاءه، ونتيجه بقى تجمع الاكهره وثاني اكسيد الكربون حصل ان في طبقه من الشكل الاسود دوت موجوده على الحيطه. ماشي، يبقى احنا ما زلنا في الجزء او المستوى الاول من مقبرتنا. Okay, this is the first level. On the left side, we enter the triclinium. The triclinium was a hall which was used for the funerary banquets. The deceased, the relatives of the deceased gathered in this site in different occasions, such as the day of the fatherhood, the different festivals during the spring, اللي هو day of Rosa and day of Violets. They entered this place and sat on the benches. We have how many benches here? Three rock cut benches forming the U shape or the U letter. And they are supported by how many pillars? Four pillars. They are supporting a vaulted ceiling, which is higher than the other part of the ceiling. We can find here traces of the red color are clearly visible along the pillars and along the ceiling here. Also, we can find here traces of black color. Probably the black color here refers to the existence of a certain type of lightning beam. Okay, a source of lightning here. And what confirms this opinion, we can find here openings in the pillars. شايفينها؟ اه. Glass probably which were used for inserting torches to light this place. And therefore we have the traces of the black colors along the years. Some scholars, okay, related the three benches that in every or on every bench sat three persons, so the total number of the relatives was 9, referring to the Muses, the guardians of the science and art according to the Greek mythology, and from the word Muses, the word Museion was derived. طيب احنا عندنا الستير كيس دوت بيؤدي للسكند ليفل. اوكي، لسه الفيرست ليفل احنا ما خلصناهوش على فكره، بس قلنا نخلص المقبره الرئيسيه الاول. اوكي، عشان دايما بتبقى فيها زحمه يعني. اوكي، ده الستير كيس اللي بيؤدي للسكند ليفل، وزي ما احنا شايفين تاني تتكرر تاني عندنا فوق السقف. اه شايفينها؟ لا لا لا، فوق في السقف اهي، شكل الكونشن مرة أخرى ظهرت هنا في السلم اللي بيصل ما بين الفيرست ليفل والسكند ليفل. الستير كيس هنا بدأ يتقسم لناحيتين، واحد يمين واحد شمال، مفصول من خلال شكل بيتقال عليه في بعض الأحيان معماريا بالبرومتر بوكس، اللي هي صندوق الملقن، نسبة لشكل الصندوق بتاع المسرحيات زمان كان بيقعد فيه الراجل تحت بيلقن الممثلين. اوكي، فقال لك ده شكل ايه البرومتر بوكس اللي موجود في الثياترز، خلاص، وهو دوت اللي بيقسم السلم ليمين وشمال. تمام؟ بعد كده بنلاقي الفساد الواجهه بتاعت حجره الدفن الرئيسيه. قبل ما بندخلها بنلاقي على اليمين وعلى الشمال مدخلين، المدخلين بيؤدوا لكوريدور مليان لوكولي، اوكي، فتحات الدفن اللوكولي حوالين حجره الدفن الرئيسيه كلها. حوالين حجره الدفن الرئيسيه كلها. اوكي؟ هنا عندنا بيلرز
ولا كولومز؟ كولومز with composite capitals فيها تيجان مركبة وفوقيها فريز مصري خالص اللي هو ايه الفريز المصري شكل قرص الشمس المجنح وعلى الجانبين شكل حورس. قصة قرص الشمس المجنح جاية منين؟ جاية من الديانة المصرية القديمة. باختصار كده كان في الصورة بتاعت حورس بحتتي ان الاله رع هجمته اثناء وجوده في المركب بتاعته مجموعة من التماسيح وفرس النهر ومش عارفة ايه، فاستعان بالحورس بتاع ادفو اللي هو حورس بحتت، وحورس بحتت قدر يقضي على اعداء رع، وعلشان كده رع خلت ذكرى حورس بانه هو وضع شكله على شكل قرص الشمس المجنح على واجهات المعابد المصرية. تمام؟ وفوقيه هنلاقي فريز ومرة اخرى شكل قرص الشمس. اوكي؟ يبقى we here entered the staircase leading from the first level to the second level. At the top we can find the shape once again, the shape of the conch shell. Okay, and as we said before, it was a symbol found during the reign of Antoninus Pius. The staircase is separated or divided into two parts, separated from the middle with the shape called prompter box, because it's like the prompter box was found in the theaters. And the prompter box, after that we can find the third level. خلاص. And it's not revealed للأسف. We are now facing the main burial chamber. On the lateral sides we can find here a corridor surrounding the main burial unit. And on this corridor we can find number of locally homes. واحنا ما نخلص خليكم تشوفوها بقى منظر اللوكولي بالظبط هي دي. Okay, along or around the main burial chamber. This is the facade of the main burial chamber. We can find here two columns, base, shaft, and capitals, supporting an Egyptian frieze depicting Horus Behtiti, the winged sun disk, according to the Egyptian mythology. God Ra was attacked by the animals of God Ra, or God Set, the god of the evil powers. And these animals were killed by Horus Behtit, Horus, son of Edfu. And in order to commemorate this victory, as a reward of his winning, he was placed, the shape of the winged sun disk was placed on the facades of the Egyptian temples. Oh, the winged sun disk, we can find here two shapes of the falcons. They are the symbol of God Horus in the Egyptian mythology. At the top here, we can find the shape of the sun disk once again. لغاية كده مفهوم يا شباب؟ اوكي؟ على الجانبين بعد كده لما بندخل بنلاقي ايه بقى؟ بنلاقي شكلين. خلاص لتعبان اللي هو تعبان الاجاثا دايموند. الاجاثا دايموند في الديانه اليوناني الروماني اجاثا مينز جود، ودايموند هي الروح، فهي معناها الروح الطيبه خلاص؟ وظهرت هنا وهي متوجه بالرغم ان الاجاثا دايموند يوناني. بس ظهرت متوجه بالتاج المصري المزدوج. اوكي، التاج المصري المزدوج في اللغه المصريه القديمه اسمه ايه؟ سخم. تي سخم معناها القوي، تي هي حرف التانيث، واي معناها المنتمي الى، المنتمي الى. فلما اقول لك سخم تي المنتمي لكم قوه؟ قوتين، مصر العليا والسفلى. مصر هو ده التاج المزدوج. اوكي، طيب وهو هنا ماسك بصيات بقى البيل بتاعه، عصايتين شايفينهم؟ العصايه اللي فيها شكل الصنوبر ده دي بتاعت مين؟ ديونيسيس، خلاص اله الخمر، والخمر كانت بترمز للفيرتيليتي وللعالم الاخر وهكذا. والعصايه الثانيه اوكي هي عصايه ملفوف عليها اثنين تعبانين ومجنحه. ومجنحه مين الاله اللي كان بياخد الشكل بقى ده؟ هرمس او ميركوري، إله الحامي للصوص خلاص، وإله البلاك سميث الحدادة، وامتزج مع الإله المصري بتاح. فإذا هو هنا عندنا كم عصاية؟ عصايتين. فوقيه عندنا شيل شكل درع، والدرع عليه شكل إيه بقى؟ ميدوزا. إيه هي؟ مين هي الميدوزا؟ ميدوزا كانوا ثلاث إخوات حلوين، سيساينو، ريالو، ميدوزا. خلاص؟ سيساينو، ريالي، ميدوزا دول أساميهم. أوكي؟ ميدوزا وقعت حب واحد اسمه بوسايدن اللي هو اله البحار، وقابلته في معبد اتينا، واتينا عرفت ان هو تم انتهاك حرمه هذا المعبد، فعقابا ليها ايه؟ راحت محوله ميدوزا اللي كانت معروفه بان هي سيده باهره الجمال
ان هي حولت شعرها الحرير ده لاشكال تعابير، وان اي حد حصل كيرس ان اي حد يبص لها was turned into stone. عشان كده احنا دايما بنلاقي شكل درع الميدوزا هنا في الكفاره ليه؟ كان نوع من انواع الحمايه، نوع من انواع الحمايه. ولقيناها في الشيلدز بتاعه المحاربين علشان العدو لما يبص يتحول لايه؟ لصد. ماشي، منتهى الامتزاج ما بين الشكل المصري والشكل او العناصر اليونانيه. طبعا مره اخرى بنلاقي السان ديسك، وينجد سان ديسك والفريز من الكوبرا، خلاص اللي هم بنقول عليه الصل المقدس. الكوبرا وفيها ايه؟ قرص الشمس، دايما كان بيظهر كتير جدا على مجموعه من الكوبرا وفوقيهم قرص الشمس. ده فريز يعني معروف جدا في العماره المصريه القديمه. ماشي يا شباب، لغايه كده مفهوم. على الجانبين، على الجانبين بنلاقي فتحتين فيهم تمثالين، التمثال كل واحد، واحد لراجل واحد لست، خلاص. الاثنين، الاثنين ملابسهم يعني تعتبر ملابس مصريه، بس المهم وقفتهم وقفه مصري، وقفه مصري برجل متقدمه. اما شكل شعرهم وملامح وجههم يوناني، خلاص. المسج ده حصل في الفتره ما بين فيسباسيان وهادريان، وعلشان كده علماء كتير جدا قالوا يعني بسبب التمثالين دول رجحوا ان تاريخ المقبره بيرجع للقرن الثاني الميلادي نتيجه التمثالين، ان الستايل ده ظهر في مصر في الفتره ما بين القرن الثاني الميلادي في فتره فيسباسيان وهادريان. هو مكان سنين بقى في عهد اني واحد فيهم؟ طب ممكن بس اسيبك. اوكي اوكي. انت ساعات تطلع طلعت. طلع مش بطلع، ده انا بس كنت عايز اسال بس. ما حسيت رجعنا ورا. لا لا لا. خلاص؟ لغايه كده مفهوم يا شباب؟ اوكي. يبقى after entering to the main period unit we can find here what? We can find on the lateral sides the shape of the Agatha diamond. The Agatha diamond in the Greek mythology means the good spirit and he was usually depicted in the form of a snake. Here the Agatha diamond is depicted with the double crown of Upper and Lower Egypt. The double crown of Upper and Lower Egypt is called in the ancient Egyptian language as Sekhemti, the one belonging to how many powers? Two powers, Upper and Lower Egypt. And the snake, the Agatha diamond, is holding how many sticks? Two sticks. The first one is, the first one is topped by the pine cone, and this stick is belonging to one of the most important Olympian deities, Dionysus, the Roman Bacchus, the god of wine and fertility. And the other stick, this one, halas, it's inserted with two snakes and topped with two wings. It also refers to one of the Olympian deities, Hermes, the guardian of the thieves and the messenger of the gods. He was sending messages from the humankind to the gods. He was also assimilated with the Egyptian god Ptah, the god of craftsmen. And over it we can find a shield, and on the first, on the frontal part of the shield we can find the shape of the Medusa. The Medusa were three sisters, Cicino, Eriali, Medusa. Medusa was the most beautiful one. She fell in love with Poseidon, the Greek god of the sea, and they met together in the temple of Athens because of desecrating her temple, because of exceeding the limits and meeting inside her temple. She punished the Medusa by turning her beautiful face into an ugly one and turning her beautiful silky hair into a snaky hair. She made a curse, she cursed her by making everyone looking to her is turned into stone, and therefore the shape of the Medusa was specially found on the facades of the temple and the tombs, and also on the shields as a terrifying, to terrify the enemy in the battlefield. Okay? On the lateral sides here, we can find two niches. Inside the two niches, we discovered how many statues? Two statues, one for a man, the other for a woman, probably the owners of this catacomb, this remarkable tomb. Okay? They are depicted, the body, the torso, is depicted according to the Egyptian style, with one frontal leg stepped. However, the hairstyle, the facial features are Roman. This composition between the facial features, the Greek features, and the Egyptian pose was specially found in the reign between two Roman emperors, Vespasian and Hadrian. Therefore, the scholars dated according to the two
Statius dated this tomb to the 2nd century AD. لك مفهوم؟ اوكي.